الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إدى اللاعبين راحة من التدريبات النهاردة بعد فوزهم على الطيران في دور الـ16 من دوري المرتبط. الفريق اكتفى بتدريبات استشفائية، الفريق طبعا عنده من بكرة هيبدأ الاستعداد بشكل كبير جدا ومكثف لمباراة الأهلي في دور الـ8 واللي هتتلعب المباراة الأولى يوم الثلاث الجاي على صالة النادي، والمباراة الثانية هتكون على صالة النادي الأهلي. طيب خليني برضو أوضح جزئية هنا، المباراتين في دوري المرتبط هيكون في حالة فوز الزمالك في الماتشين خلاص هيتأهل مباشرة لدور الأربعة دون النظر لنتيجة مباراة المرتبط. 18 سنة بالمناسبة هيكون عندهم مواجهة أمام النادي الأهلي يوم الثلاث الساعة 4 قبل مواجهة الدرجة الأولى، ويوم الجمعة أيضا قبل مواجهة الدرجة الأولى في مواجهة لفريق المرتبط. طيب في حالة فوز الزمالك في الماتشين خلاص مش هيتم النظر لنتيجة مباريات فريق المرتبط. طيب في حالة فوز الزمالك بمباراة الدرجة الأولى بمباراة والمرتبط بمباراة هيبدأ وقتها يبص على النقاط وما شابه، هيبص للنقاط لفريق الدرجة الأولى مش لفريق المرتبط، لأن طبعا دوري المرتبط ما بيتمش اللجوء فيه لمباراة فاصلة، فده المشهد كله أو الشكل كله بالتأكيد. ولكن الدرجة الأولى بيكون الماتش أو الفوز بالمباراة بنقطتين والمرتبط بنقطة، فعشان كده لو الدرجة الأولى كسب الماتشين ده هيبقى أسهل سيناريو، مش هتبص بقى على نتيجة المرتبط، هتبقى خدت السيناريو الأسهل لأنك فزت بماتشين الدرجة الأولى بـ4 نقاط، فلم يتم النظر لمباريات فريق المرتبط، وفي كل الأحوال ما بيتمش اللجوء طبعا لمباراة فاصلة خالص في دوري المرتبط. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق.